أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور الوطني النبيل الذي يطلع به رجال الأمن في جميع المواقع لحفظ الأمن وإنفاذ القانون، بما يضمن صون المكتسبات الوطنية والحفاظ على مقومات البيئة الملائمة لمواصلة برامج التنمية والتطوير في المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سموه بما تتبناه وزارة الداخلية من برامج ومبادرات لزيادة التواصل الحيوي عبر قنوات الشراكة المجتمعية، وبما يبديه منتسبي الأمن من التزام دقيق وأداء منضبط وملتزم وفق أعلى المعايير والإجراءات التي تضمن سلطة القانون واحترامه، مشيرا سموه بأن هذا الدور يلقي كل التقدير من قبل الجميع. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية اليوم في نادي ضباط الأمن العام. فلدى وصول سموه كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وهنأ سموه كافة منتسبي وزارة الداخلية بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيد باليمن والبركات على مملكتنا الغالية، مبديا سموه اعتزازه وتقديره لمعالي وزير الداخلية ولكافة منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في حفظ الأمن وحماية المنجزات والمكتسبات. واستذكر سموه التضحيات الجليلة التي قدمها منتسب الداخلية، داعيا الله العلي القدير أن يرحم شهداء البحرين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إحقاق القانون، وأن ينعم على هذا الوطن العزيز بالأمن والطمأنينة. مؤكدا سموه بأن هذه التضحيات مقدرة لدى الجميع، وقد عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير لرجال الأمن ولجهودهم المخلصة، داعيا معالي الوزير المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها الخير والتقدم والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وأكد معاليه أن رجال الأمن على عهد الوفاء للوطن ولقائد الوطن، وأنهم عازمون على بذل أقصى التضحيات في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسيظلون على أهبة الاستعداد وعلى أعلى درجة الجاهزية والكفاءة لأداء الواجب في فرض النظام وإنفاذ القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.